خلاص من حضرتك. تمام ماشي، نبدأ مع لاب 3. عندنا الـ إيه؟ الـ Special Domain Filtering، واللي كنا اتكلمنا عنه باستفاضة في لاب 2، وهنتكلم عن حاجتين بس فيه في اللاب ده، وبعد كده إيه؟ نشوف الـ Frequency Domain إيه؟ Filtering. الناس عارفة المفروض الـ Laplacian Filters زي ما قلنا إن هي بتعمل لنا Edge إيه؟ Detection، صح؟ عشان بعد كده تعمل إيه؟ Sharpening للـ إيه؟ للـ Image بتاعتي. إن هي تحاول تظبط الإيه؟ الإيدجز تبقى إيه؟ باينة أكتر. بعد كده قال لي في شكل فلترز ليها، يا إما أنا بخلي الأوبريتور بتاعي اللي في السنتر هنا بيبقى ماينس والباقيين بوزيتيف أو العكس. تمام كده؟ هو هنا مختار الإيه؟ السنتر عندي بيبقى نيجاتيف والإيه؟ والباقي عندي إيه؟ بوزيتيف. ولو أنا شغال إيه؟ اتنين. هو مفيش سكرين باينة. تمام ثواني. تمام كده؟ تمام كده باين. ماشي. كنا زي ما قلنا ان احنا عندنا اللاب اللي فات خدنا فيه يعتبر السبيشال دومين، وشفنا الفلترز اللي موجوده فيه، اكيد مش كلها بس شفنا ايه يعني معظمها. واللاب ده هنبدأ نشوف في أوله بس اتنين كمان من الفلترز، وبعد كده هنبدأ نشوف الايه الفريكونسي دومين. أول حاجة اللابلاسيان فلتر زي ما احنا عارفين إن هو كان بيستخدم عشان أعمل بيه الايه، عشان أعمل بيه ايدج ديتكشن، صح؟ وأبدأ أحسن فيه الايه الايدجز اللي موجودة عندي في الصورة. تمام كده؟ وإن هو بيعمل شارب للايه للايمج بتاعها، بيزود الشاربنس بتاعها. بعد كده عندنا شكل الفلترز من الفلترز بتاعته، ان هو بيبقى عندي في النص الرقم بيبقى نيجاتيف، والنيبرز لو هو شغال فور نيبرز يبقى هم بوزيتيف، او العكس ان هو يبقى بوزيتيف والايه والنيبرز بتوعه يبقوا ايه نيجاتيف. تمام كده؟ بيبقى اشكال مختلفه للايه للفلتر، او لو انا هبقى شغال 8 نيبرز هيبقى ايه شغال بنفس الايه بنفس الكلام. قال لي دلوقتي هو بيعمل ايه؟ هو دلوقتي المفروض انت بتجيب الايمج، الايمج دي بتيجي تعمل لها، بتعمل الاول الفلتر نفسه، تمام؟ بعد كده تبدا تعمل الايمج دي بتعمل لها بلورنج، لا او هتعمل لها زي الافريج ماسك كده، وبعد كده تجيب الايه اللابلاسيان ماسك لوحده، وبعد كده تبدا تجيب الايمج الاصليه، تمام؟ وتبدا تطرحها من الايه الايمج اللي اتعمل لها ايه اللي اتعمل لها شاربنج او اتعمل لها بلورنج بالايه بالماسك اللي انت عملته. ازاي الكلام ده؟ خلينا نشوفه بطريقة تانية ايه افضل. زي انا ما كنت عامل هنا، انا في الاول جيت قلت له انا عندي ايمج هعمل لها ريد، ماشي؟ الشكل بتاع الايمج ده، ماشي؟ ايمج زي دي كده، عملت لها ريد، تمام كده بالشكل ده. بعد كده قلت له انا عايز استخدم اللابلاسيان فلتر زي ما خدنا اللاب اللي فات، قلنا ان عندنا ايه الميثود اسمها ايه اف سبيشال، وبدي له اسم الايه الفلتر. لو هو ايه فلتر موجود اصلا بري ديفايند عندي، فهو اللابلاسيان من ضمن الفلترز في اللاب اللي فات اللي احنا قلنا ان هي موجوده بري ديفايند، الا لو انت عايز تعمل فلتر بنفسك. يعني لو انت عايز تعمل فلتر بنفسك زي اللي موجود عندنا في السلايد هنا، هتبدا ان انت او في البي دي اف هتبدا ان انت تبنيه بنفسك عباره عن 3 في 3 ماتريكس، وتبدا تديله الفاليوز سواء انت عايز تستخدم ده او ده، ماشي؟ وبعد كده تحطه فين؟ في فاريبل زي ما احنا حاطين هنا مثلا فلتر ده. بعد كده هتبدا تطبق الايه؟ تطبق الفلتر ده على الايمج بتاعتي. انا عندي هنا الميثود اسمها الام فلتر بتاعت المره اللي فاتت برضه، هديله الايمج اللي انا لسه قاريها، وهديله الفلتر اللي انا ايه؟ عايز استخدمه. هيطلع لي شكل ايه؟ شكل للايمج بعد ما اتعمل لها فلتر، الفلتر اللي انا استخدمته اللي هو الايه اللابلاس، يعني اللي هو بيعمل ايدج ديتكشن، ماشي؟ هو الايدج ديتكشن حاجه هتطلع لي بالشكل ده. يعني خلينا الاول نعرض، نقفل بس الحاجات دي، حاجه اقول له دلوقتي اعرض لي صوره الايه الام، شوف الفلتر ده ايمج، ماشي؟
اللي طبقت عليها الايه؟ اللي طبقت عليها الايه؟ اللابلاسيان فلتر. تمام كده؟ طلع لي الايمج كده، قلنا بتعمل ايدج ديتكشن، فاكنه بيبين لي اي جزء في ايه؟ ايدج في الصوره. تمام كده؟ وعلى حسب طبعا لو الصوره فيها نويز بيبدا ان هو ايه؟ ممكن يطلع لك نويز على اساس ان هي ايه؟ ايدج. تمام كده؟ بعد ما بعمل الموضوع ده انا دلوقتي جبت الايدج ديتكشن ماشي، فقال لك انت دلوقتي الايمج اللي انت عملت لها فلتر هتطرحها من الايمج الاصليه. فعندي هنا عملت فاريبل شارب ايمج، قلت له هيبقى عباره عن الايمج الاصليه. تمام كده؟ مطروح منها الايه؟ الايمج اللي طبقت عليها الايه؟ الفلتر بتاع اللابلاسيان. في الاخر هيديني الايمج اكنها معمول لها شاربنج. تمام كده؟ اكنك الايمج جبت الصوره الاصليه وشلت منها الايه؟ الايدجز اللي فيها. تمام كده؟ فهيطلع لي بالشكل ايه؟ بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. عندي دلوقتي لو هنعرض الثلاثة مع بعض ماشي هنا كده شكل الصورة الأصلية، وهنا اللي معمول لها إيه؟ اللابلاسيان فلتر ماشي. عايزين نعرض معاهم كمان الإيه؟ الصورة الإيه؟ الصورة بعد ما اتعمل لها إيه؟ ما طرحنا منها الإيه؟ الإيدج ديتكتور اللي أو الإيدج فلتر. فانا عندي الايمج الاصليه وبعد كده هعرض له هنا الايم شو للايه؟ الفلتر دي ايمج او الشرب ايمج. تمام كده؟ وبعد كده اعمل له فيجر تاني. اوكي انا مش محتاج خلاص الايه؟ الايدج الصوره اللي فيها الايدجز بس، انا عايز اشوف الصوره قبل ما يتعمل لها اللابلاسيان فلتر وبعد ما اتعمل لها اللابلاسيان فلتر اتطبقته عليه. تمام كده؟ بيقول لي عندي ان هو اند فايند الفاريبل نفسه شارب اندرسكور ايمج، المفروض ان هو شارب اندرسكور ايمج اي ام بس ماشي. ماشي، فلو جبنا الصورتين كده جنب بعض هنلاقي الفرق ايه بين الصورتين. شايفين الفرق عامل ازاي؟ دي الصورة الأصلية ودي بعد ما اتعمل لها الايه؟ اللابلاسيان فلتر. الستيبس تاني عملنا ايه؟ أول حاجة جينا جبنا الماسك بتاع اللابلاسيان تمام كده، وطبقناه على الايمج فطلع لي فيها الايه؟ ايمج عبارة عن ايدجز بس. بعد كده رحت جايب الأصلية الصورة الأصلية دي وطرحتها من الايه؟ الصوره اللي فيها الايدجز بس، طلع لي الصوره الايه؟ اللي على اليمين دي. تمام كده؟ ده كده كان بالنسبه للايه؟ لللابلاسيان. بعد كده عندي حاجه ثانيه اسمها الانشارب ماسكينج. ايه هو الانشارب ماسكينج؟ هو عباره عن فلتر، بيعمل فلتر عادي جدا، جايب لي الايمج بتاعتي تمام كده، وبيبقى فيه فاكتور، الفاكتور ده هنشوفه دلوقتي في الرسمه هوريها لكم. وبعد كده بتطرح الصوره دي من ايه؟ من الايمج بتاعتها وهي معمول لها ايه؟ بلورنج. تمام كده؟ يعني انت بتجيب الصوره تطبق عليها عمليه البلورنج بتاعتك بفلتر بيعمل بلورنج زي الافريج او كده، وبعد كده تخلي دي على جنب زي ما جبنا كده الصوره اللي معمول لها ايدج ديتكشن ايه؟ وخليناها على جنب. تمام كده؟ بعد كده الصوره الاصليه بتجيبها وبتطبق عليها الايه؟ بتطبق عليها فلتر. الفلتر ده يبقى عباره عن ايه؟ هنشوف دلوقتي عندنا هنا اهو شكل الانشارب ماسكينج اهو، بيقول لك انت بتجيب الايمج تمام وتطرحها من ايمج ايه؟ معمول لها ايه؟ معمول لها بلورنج. يعني الايمج دي الاصليه ودي معمول لها بلورنج تمام، اطرح دي من دي هيديك شكل الصوره في الانشارب ايه؟ ماسكينج. تمام كده؟ ده كده الانشارب ماسكينج. بعد كده في عندك حاجه اسمها الهاي بوست فلترنج. عندك هنا حاجتين، حاجة اسمها الانشارب ماسكينج أو اللي هو بيقول عليها هاي ايه؟ بوست فلترنج. تمام كده؟ الفرق بين الاتنين إن أنت عندك هنا مستخدم ايه؟ زي فاكتور كده موجود معاك في الايمج ماشي؟ وهنا لما تيجي تستخدم الايه ده بيعمل لك بيستخدم حاجة اسمها الايه؟ بيستخدم معاك اللابلاسيان. تمام كده؟
يعني خلينا نخلص الاول الجزء بتاع الان شارب ماسكينج ده. بتجيب الايمج العاديه وتطرحها من الايمج معمول لها ايه بلورينج، تمام كده، كانك مطبق عليها الايه الافريج ماسك. يعني جبت ايمج وطبقت عليها الافريج ماسك، طلع لك ريزلت ايمج ايه بلورد. بعد كده تروح جايب الايمج الاصليه ومطرحها من الايمج الايه اللي معمول لها ايه بلورينج. بيطبق كده حاجه اسمها الايه الان شارب ايه ماسكينج، تمام كده. الهاي بوست فلترنج يعتبر هو شبيه للي فوق، بس هنا بيطبق عليه اللابلاسيان، بيطبق عليه الايه اللابلاسيان، ومش لابلاسيان عادي. المفروض اللابلاسيان بيبقى بالشكل اللي احنا قلنا عليه ده، ان انت عندك الفلتر، لو انا هتكلم ان السنتر عندك بيبقى بوزيتيف، تمام كده، لو اللابلاسيان عندك بقول ان انا عندي السنتر بيبقى بوزيتيف، بيبقى الايه النيبرز بتوعه نيجاتيف. نفس الكلام بالنسبه للايه للايت نيبرز، تمام كده. هنا بيزود عليه فاكتور للسنتر بتاعي، بيزود عليه فاكتور، تمام كده. فبيقول لك لو الفاكتور ده، لو انت عايز تخلي الفلتر ده يمشي على التو ايمجز، فقال لك خلاص هتطبق الماسك بتاعك ده على الايمج. يعني لو هنشوف الفرق بين التو ايكويشنز بتاعت الان شارب ماسكينج وبتاعت الهاي بوست فلترنج، الاثنين الفرق بينهم في ايه؟ في الفاكتور بتاع الايه؟ الايه ده، تمام كده. فقال لك لو انت عايز تشتغل والاثنين دول يعتبروا يبقوا هم ونعبر عنهم بنفس الاكسبريشن ده، وتخلي الايكويشن دي تبقى هي يعتبر واحده، سواء الان شارب ماسكينج او الهاي بوست فلترنج، فهي هتعتمد بس على تغيير قيمه الايه الاي. لو الاي عندي بزيرو، يبقى اكني كده بعمل ايه، بطبق الايكويشن اللي فوق اللي هي بتاعه الايه الان شارب ماسكينج. لو انا في الايكويشن اللي تحت وعايز استخدم بقى ان هي تبقى هاي بوستنج فلترنج، فهبدا استخدم قيمه للايه اكبر من الايه من الزيرو، يعني 1 2 3 وهكذا، بتعمل حاجه اسمها هاي بوست ايه فلترنج. ده نوع برضو من الايه من الفلترز. يبقى تاني هي عباره عن ايكويشن بتجيب الايمج وتطرحها من ايمج ايه فلتر، تمام كده. الايمج اللي هتطرحها من الايمج فلتر دي، انت في الاخر هتطبق عندك الايه الايمج الفلتر دي، هنطبقها بالايه باللابلاسيان. يعني انا كنت قايل لك في الاول عشان نخليها شكل جينيريك، فانا بدل ما البلورد ايمج دي هنخليها ايه ايمج معمول لها لابلاسيان فلتر، معمول لها لابلاسيان فلتر، تمام كده. وبعد كده هاجي في الاخر لو انا عايز اشتغل ان هي تبقى اللي هي الفوق الان شارب ماسكينج، هخلي الاي بزيرو. لو انا عايز اشتغل هاي بوست فلترنج، هخلي الاي باي فاليو غير الايه الزيرو، بحيث انها تبقى ب1 او اكتر، ويبقى اللابلاسيان ماسك شكله ايه اتغير، تمام كده. ده شكل الايكويشن. عشان ايه هنا هتلاقي الشكل ده ماشي، بس مش موضح هنا الايه عباره عن ايه، والار سكوير هي عباره عن اللابلاسيان في اللي فات. فبرضه الايمج دي اللي فيها الايكويشنز اللي انا وضحتها دلوقتي دي، ابعتها لكم مع اللاب بحيث انها تبقى معاكم، تمام. ده كده كان بالنسبه للايه للفلترز. اخر فلترز هنتكلم عنها في السبيشال دومين، تمام. وبعد كده ده عندك اكسرسايز عشان تطبق ديفرنت فاليوز للايه وتشوف الفرق بالديفرنت رينجز، ماشي. الاكزامبل ده بعد كده نبدا نتكلم عن الايه ال 2 دي ديسكريت فورير ترانسفورم، تمام. ايه هو الفورير ترانسفورم؟ في زي ملف وورد هنا كده كويس، ده برضه هبقى ابعته لكم، بيتكلم عن موضوع الايه الفريكوانسي دومين كويس جدا، تمام. بيقول لي الفريكوانسي دومين اصلا ايه فائدته وينفعني في ايه. لو جينا هنا خلينا نتكلم، هو بيقول لي هنا ايه why we need to enhance ايه in frequency domain، يعني ليه احنا اصلا بنحتاج ان احنا نروح للفريكوانسي دومين ونشتغل فيه، ما نشتغل على طول في السبيشال دومين. قال ان في فلترز انت بيبقى تقدر تطبقها اصلا عندك في الايه في الفريكوانسي دومين، وما تقدرش تشغلها في الايه في السبيشال دومين. وبعد كده قال ان انت عندك اصلا لما تيجي تتعامل مع السيجنالز بتاعه الايمج الاصليه، انت بيبقى ليك كنترول ايه اكتر على الايه على الايمج في حته الفلترز دي. زي بالظبط لما نيجي نتكلم في الايه، زي ما نيجي نتكلم بالظبط لو انت بتستخدم لغه برمجه هاي ليفل لانجويج غير لما تستخدم لو ليفل لانجويج. اللو ليفل لانجويج بتديك ايه كنترول واكسس اكتر ايه على الهاردوير، تمام كده. الحاجه الاخيره ان هو بيقول لك اصلا الامبلمنتيشن بتاعها بيكون ايه بيكون اسرع مع ايه مع اللارج ايه سايز فلترز، تمام كده. في شويه ديموز كده، لو بعت لكم الفايل ده مع الديموز اللي موجوده معاه، هتشوف الفرق لما بتطبق الحاجه
بالفريكوانسي دومين والسبيشال دومين، هتلاقي الفرق بيبقى في الوقت كبير جدا. تمام؟ يعني المفروض ان موجود الامبلمنتيشن بتاع الفانكشنال بيلت ان بتاعت الفورير ترانسفورم اللي في الماتلاب، هتلاقيها بتاخد في الاخر حوالي ان سكوير لوج ان. تمام؟ ان سكوير لوج ان، في حين ان انت لو جيت شفتها اصلا في السبيشال دومين، يعني هنا لو خليناها مشينا معاها في الايكويشنز، هنا بيتكلم في الاول لو هو شغال 1 دي تمام كده، هو 1 اللي في اللاب بادئ بال2 دي على طول. تمام؟ فانت هنا هتيجي تشوف ال2 دي، ال2 دي فورير ترانسفورم الايكويشن بتاعته، ماشي اهي، ماشي، بيقول لي ان انا عندي ايه، عباره عن 1 اوفر ان في ام، وكل ده معمول له ايه، سميشن 1 على الام 1 على الان للايمج بتاعتي مضروبه في اي باور ايه ماينس 2 باي، مضروبه كل ده في ايه، في يو اكس اوفر الان بلس ايه اكس في، كل ده على الايه، على الام، ماشي. ده شكل الايه الايكويشن. قال لي في الطبيعي ان ال2 دي فورير ترانسفورم بياخد كومبلكستي ايه، O over كام؟ N power 4. تمام كده؟ وهنا بيقول لك لو انت حبيت تجرب شوف الديمو وشوف هياخد معك وقت قد ايه. بعد كده قال لك لما عملوا الجوريزم اسرع منه اسمه Fast Fourier Transform، وهو ده اللي هتلاقيه موجود اصلا في الايه، في الماتلاب، اسمه FFT، هتلاقيه واخد N سكوير ايه log N. تمام؟ ده برضو عشان لو عايز ترجع لتفاصيل اكتر بالنسبة للايه، للتو ديسكريت ايه Fourier Transform. هنا الايكويشن زي ما وريتها لكم، عشان هنا برضه انا هشتب عليها عشان برضه مش واضحه كرموز، ماشي، فهنبقى نشوفها من هناك. بعد كده عندنا الايه، الاي دي اف تي. ايه هو الاي دي اف تي؟ الانفرس ايه ديسكريت فورير ترانسفورم. تمام؟ هو اصلا انا لو انا عايز احول من السبيشال دومين للفريكوانسي دومين بيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيطبق في الاول الفورير ترانسفورم وبعد كده بيتنقل للايه، للفريكوانسي دومين. لما بتنقل للفريكوانسي دومين المفروض بينقسم لجزئين، جزء ايماجينري وجزء ايه ريل. تمام كده؟ بعد كده لما بيجي له فلتر، الفلتر ده بيبدا يطبقه على الجزء الايماجينري والجزء الايه، الجزء الريل. تمام كده؟ بعد كده هو قبل ما يطبق اصلا الفلتر بيعمل حاجه اسمها ايه، اسمها ترانسليت. بيعمل حاجه اسمها ايه، ترانسليت. ترانسليت ده عباره عن ايه، زي ما احنا شفنا الصوره اصلا اللي كانت موجوده في السكشن، هو هنا بيعمل ايه، عايزين نشوف هنا بالشكل ده. تمام كده؟ لما بيجي عنده الايمج الاصليه بيعمل لها فورير فاست فورير ترانسفورم، بيتنقل لجزئين الريل والايماجينري، بيطبق عليه فلتر معين عايز يطبقه في الفريكوانسي دومين، بعد كده هيطلع له الجزء الريل والجزء الايماجينري بعد ما يطبق عليه الفلتر، بعد كده يعمل الانفرس ايه فاست فورير ايه ترانسفورم. تمام؟ دي كده الستيبس بتاعته. يبقى ده الديسكريت فورير ترانسفورم عشان تنقل للفريكوانسي دومين، والانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم عشان ايه، ارجع تاني للسبيشال دومين عشان اعرض الصوره. ما انا اكيد لو وصلت للجزء ان انا اشوف شكل الايمج في شكل سيجنالز وعملت لها فلتر، اكيد مش هسيبها زي ما هي، عايز ارجع اشوفها في السبيشال دومين عشان اشوفها كايمج بقى كالر، مش هشوفها كايه، كسيجن. تمام؟ ده فايده الايه، فايده الديسكريت والايه، الانفرس بتاع الديسكريت. وهنا دي رسم لي رسمه كده بيعبر لي فيها عن الجزء بتاع الايكويشن اللي هو الاي باور ماينس جي 2 والجزء بتاع الايه، الاكس والواي بتاعي، وان هو في الاخر هيتحول لي بدل ما هو عباره عن اكس واي هيتنقل لي في اف اوف ايه يو وفي، اف اوف ايه يو وفي. تمام كده؟ يبقى ده شكل الايمج في الفريكوانسي دومين اف اوف يو وفي، وفي السبيشال دومين اللي هي الاف اوف ايه اكس واي. فده شكل الايكويشن اللي انا قلت لكم عندكم هنا، مش هتبقى ايه، مش واضحه هنا الايه الرموز بتاعتها. تمام كده؟ هنا بيقول لي اهو ان انت عندك الايه، عندك الفريكوانسي دومين عباره عن ايه، الدي اف تي في الفريكوانسي دومين هو عباره عن كومبلكس سيجنال بتنقسم لجزئين، جزء ريل وجزء ايه
imaginary. تمام كده؟ بعد كده في حاجة عندنا اسمها الماجنيتيود. الماجنيتيود دي بتحسبها عبارة عن ايه؟ السكوير روت بتاع الايه؟ الجزء الريل سكوير زائد الجزء زائد جزء الايه؟ الايماجينري ايه؟ سكوير. تمام كده؟ هنا بقى بيوريني الفانكشنز دي برضه هنشتغل عليها اللاب اللي جاي اكتر، ان احنا نبدا نشوفها على الماتلاب. الفاست فورير ترانسفورم عشان الايمج احولها للايه؟ للفريكوانسي دومين. هيرجع لي دي كده الايمج، هيرجع لي الايمج بس في الايه؟ في الفريكوانسي دومين. تمام كده؟ بعد كده عندي الانفرس، دي الانفرس بتاعها عشان لما اجي ارجعها للايه؟ للصوره الاصليه. بعد كده عندي حاجه اسمها الشيفت، حاجه اسمها الانفرس ايه؟ شيفت. الشيفت والانفرس شيفت دي هوريها لكم دلوقتي عباره عن ايه برضو. بقى عند الابسوليوت والايه والانجل. تمام، ممكن بقى نوقف عند الجزء ده، بس انا عايز اوريكم جزء الشيفتنج ده ايه فايدته. جزء الشيفتنج ده عباره عن ايه؟ انا عندي الايمج اصلا هنا، في لما اجي انقلها للفرور ترانسفورم المفروض بيبقى عندي الجزء بتاع اللو فريكوانسيز بيبقى موجود في البوردرز بتاعه الصوره، والجزء بتاع الهاي فريكوانسيز بيبقى هو موجود في السنتر. تمام كده؟ واحنا عندنا قلنا الجزء بتاع الهاي فريكوانسيز لما كنا بنقل دلوقتي وبنشوف معانا ونشوف معانا الشيت بتاعنا، كنا اتكلمنا ان الهاي فريكوانسي معناها ان دي الجزء الخاص بالايدجز الفريكوانسي دومين. الهاي فريكوانسيز اللي موجوده في السنتر هي خاصه بالايه؟ بالايدجز وبالايه؟ خاصه بالايه؟ بالايدجز وبال النويز. والجزء بتاع اللو فريكوانسيز دي بتبقى بتاعت الايه؟ الباك جراوند. تمام كده؟ فهو هنا بيعمل ايه؟ بيبدا هنا ينقل الايمج بتاعتي، يعمل لها ترانسليت، يعمل لها شيفتنج بايه؟ بالويتس على الاثنين والايه والهايت على الاثنين. فيعمل ايه؟ هيجيب الجزء ده وده يجيبه مكان ده، واحد مكان اثنين واثنين مكان واحد، ثلاثه مكان اربعه واربعه مكان ايه؟ ثلاثه. ليه؟ عشان يخلي عندي الجزء اللو بتاع الصوره اللي هي اللو فريكونسيز تبقى موجوده عندي في النص، والبوردرز بتاعتي تبقى هي الهاي. اللو يجيبها في النص ليه؟ عشان دي يبقى فيها الايه؟ الجزء بتاع اللو فريكونسي اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الباك جراوند بتاع الايمج، عشان لما اجي اعدل في الباك جراوند بتاعت الايمج اقدر ان انا اعدل فيها ويبقى لها كنترول عليها في الايه؟ في النص. تمام؟ الجزء ده برضه هنبدا بيه الايه؟ المره الجايه تاني عشان نشوف الخطوات بتاعتنا، ان احنا الصوره عشان نحولها للفريكونسي دومين، بعد كده بنبدا نعمل لها شيفتنج. لو انا عايز انقلها اخلي الفريكونسيز الهاي تبقى في على البوردرز ويبقى عندي الجزء اللي هو بتاع الباك جراوند يبقى هو اللي موجود عندي في السنتر. بعد كده بتبدا تطبق الفلتر بتاعك، بعد كده تعمل عكس الاوبريشنز دي. ابدا اعمل الشيفتنج الانفرس بتاع الشيفتنج، وابدا اعمل الايه؟ اعمل الانفرس بتاع الايه؟ الفاست فورير ترانسفورم. تمام كده يا شباب؟ الو؟ ايوه تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. كده احنا ان شاء الله هنكمل اللاب اللي ده نخلصه ان شاء الله الاسبوع الجاي.